السلام عليكم. ظلت مسألة الحديث عن ولاية الأمر في الإسلام مرهونة في غالب الأحايين بجانب واحد من جوانبها، السمع والطاعة للسلطة الحاكمة دون أن تتطرق إلى أحكامها الأخرى. الأمر الذي خيل به للناس أنه ليس في هذا الباب الفقهي من أبواب الشريعة سوى هذا الجانب الضيق، والذي يرى كثير من الفقهاء أنه قد استغل في غير مكانه وزمانه. ولاية الأمر في الإسلام من أهم المواضيع المثارة في الساحة الإسلامية، خاصة بعد تنازع الناس في حكم الخروج على الأنظمة الشمولية الحاكمة في المنطقة، تنازع تولد من اختلاف القراءات المنهجية لهذا الباب. ورغم كثرة الحديث عن هذا الأمر، إلا أنه يقل أن تجد في الغالب تأصيلا علميا دقيقا لهذه المسألة. وهنا وللمرة الأولى عبر برنامجنا نحاول أن نضع بين أيديكم نقاشا علميا يتناول المسألة في غالب تفاصيلها. ولاية الأمر في الإسلام، مفهومها وأركانها وشروطها وجوانبها، في سلسلة من الحلقات صحبة ضيفنا الدائم إن شاء الله في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. حياكم الله دكتور، أهلا بكم. يا أهلا وسهلا، يعني نفع الله بكم. دعني أبدأ بأهمية طرح هذا الموضوع في مثل هذا الوقت بالنسبة للأمة المسلمة وأيضا لهذا الشعب الليبي المسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد أن أولا أبدأ هذا البرنامج بأن أقول الحمد لله على سلامة الجماعة الذين يشتغلون في القناة صورة عامة. نعم، الحمد لله على ذلك، هذه واحدة. نعم، مسألة ولاية الأمر في الإسلام يعني هو موضوع تطرق إليه العلماء قديما وأيضا تطرق إليه العلماء حديثا. أما قديما فتارة كان يطرح بقوة، ولذلك تجد حتى العلماء ألفوا في ذلك مثل الماوردي وإمام الحرمين. ونعم، ولذلك هو مطروق هذا الموضوع، لكن الذي جعله الآن يظهر على السطح كما يقال هي مسألة التغير الذي حدث في بعض الدول الإسلامية، حيث أطيح ببعض الأنظمة وجاءت بدلها أنظمة أخرى، وأطيحت بأنظمة أخرى وجاء بدلها كذا، فهذه التي أثارت المسألة هذه زيادة على التخوف الذي يعني صاحب بعض الدول كذلك، فجندت له بعض أهل العلم حتى يقطعوا على الناس هذا التفكير أو ما شابه ذلك. فهذا السبب الذي حدث فيه اللغط وكثرة النقاش، هذا يعني وجهة نظري في الواقع الموجود، هذا السبب الذي جعل الناس الآن يعني تثير هذه المسألة. ما هي قديمة؟ نعم، قديمة نعم، لكنها في مرات تخبو وتارة تتوقد بشدة، وهذه في التاريخ الإسلامي تجدها. نعم، تارة كذا وتارة كذا. يعني نعم. هل يهم الناس حقيقة أن يعرفوا أحكام هذا الباب من أبواب الشريعة الفقهية بالذات، أم لا يهمهم أن يعرفوا هذا الباب؟ هي قضية معرفة أحكام الشرع بصورة عامة يعني مهمة، لكن يعني إذا كان السؤال هل هذا الموضوع يساوي بقية المواضيع الشرعية، أقول لا. إيه طبعا، لأن هذه كل الناس تقريبا يعني متفقون باستثناء يعني فئة معينة ربما، أن مسألة معرفة هذا الحكم تهم من، لأن هذه ترجع المسألة أنت يعني هي المفروض السؤال هذا يأتي بعدها، لكن يعني من هو ولي الأمر؟ نعم. وكيف يتوصل الشخص إلى أن يكون ولي أمر؟ ما هي الواسطة؟ هل بالانتخاب؟ هل بالبيعة؟ هل إلى آخره؟ هل بتوصية أحد؟ هل إلى آخره؟ خلافة العهد إلى آخره؟ نعم. هذه المسألة حتى الذين يقولون بأن لازم تكون بيعة موجودة، يقولون من يبايع؟
يبايع أهل الحل والعقد. إذن أهل الحل والعقد من هم؟ هذه مسألة يعني لا تجد لها جوابا شافيا لكم مع ذلك. نعم. حتى نسير المسألة ونقول عرفنا أهل الحل والعقد على الأقل أو عرفنا معظمهم كويس. هؤلاء لا يمثلون أغلبية في المجتمع بطبيعة الحال، وهذه متفقين عليها حتى الجماعة الذين ليسوا عامة الأمة يعني. ليس عامة الأمة. الأصل الذين يبايعون في الأصل هم أهل الحل والعقد، تتوفر فيهم شروط معينة، بعضهم يعني جعلها ثلاثة شروط. فإذا هؤلاء يعني لا يمثلون الأمة بأجمعها. وبالتالي إذا قلنا بذلك لا يهم الناس بصورة عامة هذا الموضوع يعني أحكامه. وإنما يهم الفئة التي ستختار طيب ولي الأمر وتهم أيضا ولي الأمر نفسه، لأنه هو الذي سيرشح نفسه أو يرشحه الغير. طيب ألا يهم هؤلاء العوام الناس أن من يحكمهم يحكمهم بصفة شرعية أو لا؟ أليس هذا يعني يهمهم في هذا الأمر؟ نعم، في 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 معظمهم يوجد ناس طبيعة الحال لا يهمهم ذلك. ولذلك أنت تستغرب الآن بعض الفئات شعبنا، وهذه مسألة احنا نتعجب منها الحقيقة ولا ننكرها، يعني من يتضايق ويقشعر جلده عندما تذكر له قضية الشريعة. هذه مسألة غريبة احنا عندنا، يعني في وقت ما كنا نظن أن معظم الشعب ينادي بالشريعة، بل كل الشعب. فما يمكن أن كنت ما نتصورش أن واحد يقول احنا هذه ما هي الشريعة هذه ولا نريدها إلى آخره. إلى أن استمعت الأصوات الآن بكثرة في التلفزة وغيرها من يصرح بذلك. مسألة يعني غريبة جدا. طيب قبل حتى أن نتحدث عن المفهوم العام للولاية في نصوص الشريعة وكذلك في الاصطلاح واللغة، يعني هذه المسألة لماذا دائما مثار النزاع والنقاش؟ لا تجد فيها قولا فصلا، هل لظنية النصوص فيها أم لاختلاف المدارس المتناولة لهذا الموضوع؟ هي الحقيقة يعني النقاش في ظني سببه نعم هي ظنية النصوص، يعني من حيث الدلالة. نعم. ولذلك إذا ضربنا حتى أمثلة سنجد يعني في تفسير قوله تعالى أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهي هذه الآية الوحيدة اللي صرحت بالمسألة هذه، أولي الأمر منكم هكذا بال. نعم. ما هو من هو ولي الأمر؟ يعني المفسرون يعني جلبوا لنا أقوالا كثيرة للمفسرين القدماء مثلا، يعني وصلت إلى خمسة أقوال. هذا دليل على أن فعلا الدلالة يعني ليست يقينية، نعم دلالة ظنية. وهذا السبب اللي ولما تكون دلالة ظنية تختلف الأنظار حولها، ولذلك يكثر الجدال حول هذه المسألة في ظني أن هذا هو السبب. نعم. إذن ظنية النصوص يعني. ظنية الدلالة. نعم. نعم. هي النصوص ثابتة في القرآن. ظنية دلالة النصوص. أي وتمام. طيب أيضا في تغطئة قبل أن نصل إلى صلب البداية، يعني عندما يطرح هذا الموضوع في غالب الأحيان لا يسمع فيه إلا طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه، مع أن هذا الباب يعني عند القراءة هو باب واسع، فيه الشروط وفيه الأركان وفيه متى يكون يعزل ومتى لا يعزل ومتى يسمع، لكن لا تسمع إلا شيئين فقط، طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه. ويمكن أن تقول يشمل موضوعين اثنين فقط، طاعة ولي الأمر والخروج عليه كذلك، يعني هذه موضوع النقاش دائما، هل يخرج عليه والله؟ ما يخرج لا عليه. يخرج عليه أصلا مهما فعل ومهما ارتكب ومهما اعتقد إلى آخره. هذه المسألة فعلا، لماذا يعني فعلا تنصب هذه المسألة على القولين فقط أو على المفهومين فقط؟ يمكن أن يكون الجواب لأنهما يمثلان أهم المباحث عند الناس، لأن اللي يهمهم هو قضية من يحكمهم في البدايات. نعم. وبالتالي يترتب عليها قضية طاعة ولي الأمر. إذا أثبتنا أنه ولي أمر تجب طاعته، وهذه قضية معروفة، يعني مهما فسرنا ولي الأمر من هو، أما طاعته فتجب، وهذه تقريبا يعني متفق عليها تجب. لكن هذه الطاعة هل هي مطلقة
أو هي مقيدة بقيود، إذا يعني توفرت استمرت طاعة الناس له، وإذا غابت جاز لهم أن يخرجوا عليه. وهل هذا الخروج أيضا مقيد بقضية ارتكاب أخف الضررين أو هو مطلق؟ وما نوعية هذه المعصية التي ارتكبها؟ لنفرض أنه كفر مثلا بصريح العبارة، يعني نقول لا بأس، يعني يبقى يحكمنا مثلا ولو كفر، طالما الأمور مستقرة. وهذا إذن حتى لو حكمنا واحد من غير المسلمين واستمر يحكمنا حتى قرون، والأمور ما شاء الله بالنسبة للصلاة يسمح بها ولا يتدخل في المسألة، لا كما حدث في العراق يعني، لا في الصوم، نعم مثلا بريمر، نعم بريمر. وكنت أناقش بعض الناس يعني على أن يعني بريمر هل هو يعني ولي أمر؟ والله قال لا ما هوش ولي أمر. طالما قال لي أنه لأن ولي الأمر يعني ما قام الصلاة. قلت له هذا لم يمنع الناس من الصلاة. لا بس ما تدخلوش، حتى زمان الاستعمار الاستعمار الإنجليزي لما دخل العراق، نعم في بداية اسمع بعض القادة فيه سمعوا المؤذنين يؤذنون، قال لهم ماذا يقول؟ قال يقول تعالوا اجتمعوا لأداء الصلاة. قال لا يقول حاربوا الإنجليز؟ قال لا. قال إذا هذا اتركوه، إذا هذا يصلح أن يكون ولي أمر؟ قال لا، لأن بريمر كافر. قلت له كيف عرفت كافر؟ أنتم لا تكفرون الناس بأعيانهم. سبحان. فسكت يعني كأنه سلم بأن بريمر يعني هو ولي أمر المسلمين، وهذا أمر عجيب جدا. المهم مسألة الطاعة مسألة مهمة تشكل يعني جزء خطير في المسألة، وبالتالي هذا السبب لتثار. فطاعة ولي الأمر لابد منها إذا أثبتنا أنه ولي أمر، إذا أثبتنا ولي أنه أمر، وإذا قررنا أنه لا يمكن الخروج عليه بالمعايير الإسلامية بطبيعة الحال. وقد بحث علماؤنا ذلك، يعني مسألة ليست جديدة. إذا أثبتنا ذلك نعم طاعة واجبة، لكن الطاعة والخروج مسألتان مهمتان، هذا السبب التي يكثر النقاش حولها. الطاعة واجبة مسألة معروفة يعني بنص الذي ذكرناه من قبل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم بعد ذلك ما طبقه الصحابة رضي الله عنهم في تصرفاتهم وفي غزواتهم، منها الغزوة التي لم يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، سرية اللي فيها أمر عبد الله بن حذافة السهمي، أمره على تلك السرية، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من معه في السرية أن يطيعوه. وعبد الله بن حذافة يعني كان رجل عند نكتة، عند ذعابة كما يقول يعني مؤرخون، يعني عند ذعابة، حتى إن الليث بن سعد رحمه الله ذكر يعني عن بعض من حضر بعض الغزوات والسفرات للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يعني يمزح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففك الحزام تاع الناقة، حزام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم يسقط يعني. فسأل الراوي الحديث وابن وهب هذا الأثر يعني، نعم سأل الليث، قال يريد أن يضحكه؟ قال نعم. لا طبعا، لا شك أنه لا يريد أن يسقط النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيلة هذه. لكن انظر إلى أي يعني حد وصلت أحيانا، وصل المزاح. فهذا نفسه الذي أمر أصحابه بأن يجمعوا حطبا وأن يوقدوا نارا، ثم أمرهم أن يلقوا بأنفسهم فيها. اجتمع القوم وتشاوروا وقالوا نحن اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج من النار، للهروب منها، للامتناع منها، فكيف ندخل فيها؟ ما دخلوش بطبيعة الحال. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الروايات قالت لا، قال فيها لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، يعني كان مصيرهم في الدنيا وفي الآخرة كذلك. مسألة مش سهلة هذه، غاية الطاعة مش في كل شيء. وفي الروايات الأخرى قال لا طاعة لمخلوقين في معصية الخالق. نعم، فلذلك فهمهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حالة طاعة الأمير التي هي ويمثل فعلا رئيس الدولة في تلك، نعم
في تلك الحادثة في تلك القضية لا, لا يمكن أن يطاع طاعة مطلقة، فلا بد من عرض أوامره ونواهيه عنه. طيب. على الشرع. طيب سنتبين هذا كثيرا في مجريات هذه الحلقة والحلقة القادمة حفظكم الله. أستأذنك في الخروج إلى هذا الفاصل، كذلك السادة المشاهدين نخرج إلى هذا الفاصل بإذن الله، من بعده نواصل. عدنا لكم أسئلة المشاهدون صحبة ضيفنا الدائم بحول الله في هذه الحلقات الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، نتحدث عن ولاية الأمر في الإسلام. طيب شيخنا، بعد أن تحدثنا وطأنا لهذا المفهوم، لنتحدث الآن عن مفهوم الولاية، ولاية الأمر في الإسلام لغة واصطلاحا. لنبدأ الآن بمفهوم الولاية لغة، خاصة أن هناك تدخلات في مفهوم الولاية في اللغة. صحيح هذا الكلام، لكني دعني قبل ذلك أن أذكر رأيا لأحد علماء المالكية من المدرسة البغدادية، وهو أصولي معروف، ابن خويزمنداد، وأيضا يطلق عليه ابن خويزبنداد بالباء والميم، ويطلق عليه أيضا خوازبنداد. نطق هذا الاسم له ثلاث توجه. على كل حال هذا من الأصوليين المعروفين. نعم، وبعض الأصوليين الذين جاءوا من بعده يطلقون عليه عبارة الأصولي المشاغب من كثرة مخالفته لعلماء الأصول القدماء. هذا أذكر في مسألة طاعة ولي الأمر والعصيان بتاعه، ذكر قال: أما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة. قيدها بهالمسألة، طاعة السلطان تجب أمتى؟ فيما يكون لله فيه طاعة، ولا تجب فيما كان لله فيه معصية بطبيعة الحال. قال: ولذلك قلنا، ولذلك قلنا، كلام لابن خويزمنداد، إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم. رأيت يعني نعم الرجل معناها معارض بعلمه وكذا، أنا بالتعبير الحديث ممكن نعم تحدث عن علماء عن أمراء زمانه بهذا الشكل. لكن المسألة فيها تفصيل حقيقة الأمر، يعني ينظر معنا ربما احنا طيب بما انه في حلقات اخرى تحدث عن الطاعة الان. طيب هل يستلزم من عدم الطاعة الخروج؟ يعني بما انه لن يطيعه ولا يكرمه ولا يبجله، هل يستلزم من هذا الخروج؟ هذه مسألة فقهية سنناقشها لاحقا، لكن حتى نبدا بها. اذا نعم، اذا نرجئها الى وقتها، الى وقتها متفقين. نعم طيب، سابدا بمفهوم الولاية لغة، وذكرنا هناك تداخلات في هذا المعنى. يعني صحيح هذا، يعني كلمة الولاية لها كثير من المعاني، وهذا السبب اللي تثير جدلا أحيانا كذلك. نعم، لأن الأمور اللي تبدأ تحتمل أكثر من معنى عادة يحدث بسببها الجدال والنقاش، ويكثر حولها عفوا اللغط أحيانا. فقضية نبدأ بتفكيك كما ذكرتم، تفكيك هذه الجملة ولاية الأمر في الإسلام، أن تلك الكلمات إذن أن الولاية وأن الأمر وأن الإسلام، أما في هذه فلا تحتاج إلى تفكيك. نعم، حرف الجر هذا معروف. بالنسبة للولاية في اللغة، هي الحقيقة يعني المادة متاعها الواو واللام والياء، الواو واللام والياء. نعم، هذه هي يعني أصل المادة، وهذه إذا تتبعناها في معاجم اللغة نجدها تدور على معنى واحد، ولو تباعدت في أشياء لكنها ترجع عادة إلى قضية القرب. إذن الولي هو القرب، كما يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. نعم، إذن الولي الواو واللام والياء هو القرب. فإذا بحثت عن أي ولاية مهما كان، سواء الولاية العظمى الإمامة، أو ولاية المظالم الأخرى، مظالم والله الزكاة والله الحج والله، لأن احنا عندنا الدولة الإسلامية في حكومتها تنقسم إلى يعني ولايات بالضبط، حتى إن
علامة فاس أحمد الوانشريسي صاحب كتاب المعيار، نعم، صاحب كتاب إيضاح المسالك، كذلك له كتاب في الولايات، ومعروف أن الولاية تنطق بفتح الواوي وبكسرها، نعم، هنالك نعم. إذن مسألة الولايات معروفة في التاريخ الإسلامي، تقسيمات كثيرة، لكن مهما كان تحدثنا عن الإمامة العظمى بصفتها ولاية الأمر في الإسلام، وسنعرف ذلك إن شاء الله بالتفصيل، أو تحدثنا عن الولايات التي تنضوي تحتها في تقسيمات الحكومات الإسلامية، نجد كلها ترجع إلى القرب. نعم. كذلك حتى أنظر إلى يعني أولياء الرجل وأولياء المرأة، سواء كان في الصلاة عليها عند الموت أو الدفن أو التغسيل أو كلام ما يعني ما يشابه ذلك، تجد كلها قضية القرب، يعني الأقرب. نعم. الولايات، فكلمة إذن الولي والوالي وإلى آخره ترجع كلها إلى قضية القرب. القرب، ومنه قضية الولاء. الولاء معناها التتابع. نعم. إذن هنا شيء وبقربه شيء آخر. شيء آخر، ولذلك نقول فلان جلس مما يليني، معناها بعد مباشرة، يعني نعم، لا يوجد فاصل بيني وبينه. أيوة، لا يوجد فاصل حتى فاصل يداعي له. نعم. إذن مسألة كلمة يليني جاية من كلها من الولي اللي هو إيه؟ القرب. القرب، نعم. وعندنا الولاء كذلك، أو الولاء عفوا، في قضية الرقيق الذي هو سبب من أسباب الميراث. نعم. نعم. هو الذي يورث به، سبب من أسباب الميراث. وربما احنا لا يعني ناش الرقيق في هذا الزمن. هذا البرنامج، نعم، في هذا الزمن، لكن أقول حتى هو نفسه يتصل بقضية القرب، لأن من أعتق رقيقا يعني صار بهذا العتق صار قريبا منه، كان بينهما صلته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة هذه الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، إذا جعله كلحمة النسب. فهذا السبب اللي وصلت قضية الولاء أو أطلق عليه الولاء، كأنها قرب بين السيد ورقيقه. نعم. والعكس كذلك. إذن هذه مسألة تتصل كلها بالقرب. نعم. نعم. عندنا كذلك يعني كل من ولي أمر شخص آخر فهو ولي أي حاجة. إذن لما تكلف بشيء معين فأنت وليه، يعني أنت اللي تصرف فيه. نعم. نعم. ولذلك ويطلق كذلك الولي هذا ومشتقاته على كثير من المعاني، ومنها الصاحب. الصاحب ولي، نعم، الصاحب من الصحبة يعني. والحليف كذلك الولي. الولي حتى إن الأحناف يعني جعلوا الولاء نوعين تاع الميراث. ولاء الميراث نوعين، الميراث اللي حكينا اللي سبب العتق ما ذكرناه سابقا، نعم، وسببه التحالف كذلك، جعله سبب ميراث. نعم، تحالف، والتحالف كان معروفا في الجاهلية. نعم. كان معروف، وهو أقسام التحالف هذا، تارة تتحالف قبيلتان أو أكثر، هذا لا يعنينا في هذه المسألة، لكنه يعني تقارب حتى. نعم. صبحوا أولياء لبعضهم كذلك، يعني شخص لقبيلة، أحيانا شخص يكون حليف لهم منبوذة وكذا، ولا عنده مشاكل أيضا يخلط عليه قبيلة أخرى فيصبحوا أولياء لهم، من حليفا لهم، نعم، وهم أولياؤه حتى في قضية أخذ الثار وأخذ الدية وما إلى ذلك. نعم. فتصبح القضية حتى التحالف هذا. نعم. والأحناف عندهم أن التحالف هذا لم يلغى، لأن جمهور العلماء على أن الولاء لسبب التحالف منع خلاص انتهى، يعني نسخ. صبح كل يا إما نسب أو ولاء بعتق أو عتق اللي هو الولاء الثاني، وإما نكاح، أن هذين ثلاث أسباب فقط لأبقاهن، وأما الولاء اللي سبب التحالف فقد نسخ، هذا قول الجمهور. أما الأحناف عندهم لا، حتى الولاء تاع التحالف لا زال مستمرا، لكن عندهم ليه قيود، هذه لا يعنينا الآن. نعم. لكن المهم أن من معانيه من معاني الوالي والولي وكذا أنه الحليف أيضا. نعم. وابن العم أيضا يطلق عليه ولي. ولي. نعم، ابن العم، ولأنه من أقرب الأقارب. نعم، ابن العم.
وكذلك من معاني الولاية والولي والوالي إلى آخره قضية الناصر، وذلك في التعبير القرآني والله وليهما. نعم، ناصرهما والله ولي الذين آمنوا، وناصرهم والمشرف على شؤونهم وتصرفاتهم وهو المسير لها. هنا بمعنى النصرة والتسيير. والتسيير بالضبط. نعم. فيعني ماذا عن قول الله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء؟ قضية هذيك الولاء والبراء. قضية ثانية، هذاك موضوع طويل عريض. لكن هي نفس المادة. أي نعم. الولاء القرب. نعم 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 نفس المادة، ولكن هذا موضوع يعني خاص والطويل العريض، وهو موضوع شيق مهم. بالضبط. وكثير من الناس كانوا يتشبتون به ثم تركوه. سبحان الله. نعم. طيب خلاصة يعني حتى لا نغوص في هذا البحر العظيم بحر اللغة، خلاصة المعنى اللغوي لمعنى الولاية. لا أريد دقيقة لحظة بس. تفضل. عندنا يعني قضية أخرى، وهي نقول أن فلانا أولى بشيء الفلاني. أو أحيانا حتى شيء الفلاني أولى بالشيء الفلاني، معناه أحرى وأجدر. لكن الغريب في لغة العرب أن أولى تستعمل بمعنى الوعيد والتهديد. أولى لك فأولى. أولى لك فأولى، نعم. معنى تهديد. ووعيد. يا رأيت معنا نفس المادة. نعم. إذن يعني تستعمل في القرب وفي، لكن قالوا حتى هذه فيها قرب. شنو القرب هذا؟ هذا فيه إنذار بالإهلاك قريب. أيوة بالضبط، قريب. إذن يرجع كل لمادة القرب. نعم. فهذه مسألة مهمة. نعم. طيب. باقي لنا يعني مسألة الأمر. لأن احنا قلنا تتكون من ثلاث كلمات. أنت تتحدث لغة الآن. اللغة، قاعدين في اللغة. طيب، لأن هناك في الاصطلاح الولاية سنتعرضوها. طيب. إن شاء الله. الأمر. الأمر، حقيقة الأمر في لغة العرب يدور على خمسة معاني. يقال أمر من الأمور، أي شيء من الأشياء. هذه كلمة عامة، وهذه اللي تعنينا احنا الآن. في موضوعنا سنرجع إليها. ينضحى من خطين هذه الأمر. أيوة. بالضبط. شيء من الأشياء. الأمر المعنى الثاني ويعرفه الناس جميعا وأول ما يخطر على البال هو قضية الأمر ضد النهي. وأول ما يخطر على الإنسان تقول له شو معنى الأمر، يقول لك هذا ضد النهي. هذه قضية يعرفها الناس جميعا. طيب، الذي يفيد الوجوب هذا. هذه قضية يفيد الوجوب عند خلوه من القرين. طيب. نعم. المعنى الثالث، المعنى الثالث هو النماء. النماء والبركة، وذلك ورد في لغة العرب امرأة أميرة. أي ذات بركة أو مباركة على زوجها أميرة. فقضية إذن الأمر يتصل حتى بقضية البركة. ثم بعد ذلك عندنا من معانيه المعلم. المعلم يعني العلامة أو الأمارة. يعني كلها ترات أنت العلامة هي الأمارة. يقال لابد أن نجعل علامة بيننا أو أمارة بيننا. أمارة. نزلت. هذه من مادة الأمر. الأمر. إيه، مع ذلك أنت تفهم منها العلامة. بالضبط. نعم، العلامة. إذن عندنا أيضا ربما آخر شيء فيما ذكره جماعة الذين ألفوا في المعاجم هو العجب. العجب. إيه، الأمر المادة هذه تتصل بالعجب، ولذلك يعني من ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف لقد جئت شيئا إمرأة. نعم. نعم، يعني شيئا عجبا، عجبا يتعجب منه. نعم. طيب، إذن الأمر الذي يهمنا في هذه الخمسة هو شيء من الأشياء. تماما. وإن شئت قلت يعني الأمر الذي يعنينا في هذا العنوان هو الشأن. الشأن. إيه، شأن الأمة بعدها في. نعم. النهاية سنعرف إن شاء الله. طيب. لكن نعم. نعم. تكمل. لم يبقى إلا عندنا بقي الإسلام. الإسلام في دقيقة ونصف. الإسلام لا نظن شيء يعني يحتاج إلى حديث عنا في قضية اللغة. اللغة أسلم بمعنى خضع. نعم. أسلم، هذا أصلها. ولكن قولوا أسلمنا. نعم. فإذا قضية الخضوع والاستسلام هذا أصل الإسلام. ثم أما اصطلاحا في الإسلام قصة واضحة. نعم. والدين الخاتم الذي جاء به الرسول صلى الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه خلاصة الأمر في اللغة. يبقى في الاصطلاح، سنرجع لمسألة الولاية في الاصطلاح والأمر في الاصطلاح.
أستاذي، هل الإسلام أيضا في الإصطلاح ذكرته أنت؟ نعم صحيح. طيب أستأذنك للخروج إلى هذا الفاصل، أيضا السادة المشاهدون نستأذنكم في الخروج إلى هذا الفاصل، من بعده نواصل. أعود إليكم السادة المشاهدون وضيفي الدكتور حمزة أبو فارس للحديث عن ولاية الأمر في الإسلام، وهذه هي الحلقة الأولى في هذه السلسلة. وقفنا عند الإسلام هنا، ولاية الأمر في الإسلام، هل هذا يعني في الإسلام التخصيص؟ هذا الذي أظنه، نعم، أو عندي هو أمر واضح أن هذا يعني تخصيص، نعم، لأن إذا كان قلنا ولاية الأمر فقط ولم نذكر هذه الكلمة فكأننا نتحدث بصورة عامة عما يجري في العالم بأسره، نعم، قديما وحديثا، لأن قضية الولاية يعني سنعرفها إن شاء الله من ناحية اصطلاحية، نعم، لكن زدنا معها الأمر فيصبح شأن الأمة كما ذكرنا، إذن هذا يشمل الديانات جميعا وربما يدخل فيها حتى التعاريف القانونية وغيرها. لما قلنا في الإسلام الآن أبعدنا بقية يعني قيد مخرج. أيوة نعم. طيب الولاية اصطلاحا سأسوق يعني بعض التعريفات، وجدت تعريفات كثيرة، نعم، حضرتكم أعلم، لكن سأسوق لك تعريف الجرجاني يقول الولاية تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى. يعني أليس هذا منح جبري للولاية؟ جبر يعني. هو الكلام الجرجاني تنفيذ القول على الغير شاء الغير أم أبا، هذا صحيح، كلام صحيح، جبري أو مش جبري، جبري نعم، هي الولاية في أحد أقسامها جبرية، ولهذا هو يتحدث على الجانب هذا، عندنا ولاية اختيارية ولاية جبرية، فهو لما ذكر تعريفه كان في ذهنه الولاية الجبرية، وسنعرفها إن شاء الله. طيب هذا السبب في ذكره كلمة إجبار. إذن هنا يقصد الولاية الجبرية، أحد أنواع الولاية. أي تماما، وذلك لا اعتراض عليه. طيب ينقل صاحب كتاب أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي مشافهة، يقول مشافهة عن الدكتور مصطفى الزرقة المعروف: الولاية سلطة شرعية لشخص في إدارة شأن من الشؤون وتنفيذ إرادته فيه على الغير من فرد أو جماعة. يعني أنا أسأل، تنفيذ إرادته فيه على الغير من فرد أو جماعة، تنفيذ إرادة الولي على الغير. تمام تمام، وهذه الولاية الجبرية. الولاية الجبرية هذا يرجع للتعريف الجرجاني. الولاية الجبرية، هل هناك اختيار للمولى عليه في هذه المسألة؟ لا. إذن المولى أو المولى أو الولي هو الذي يفرض سلطته الخاصة به، لكن هذه قضية بطبيعة الحال مقيدة بقيد آخر، لأن احنا عندنا القضاء هو المراقب لهذه المسائل، نعم. ولذلك لما واحد يكون صغير، هذه قضية لا 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 لا, لا يعني معروفة عند الناس جميعا، لا ينكرها أحد، لما يولد الطفل من وليه؟ أبوه. تمام، أيوة، أبوه، نعم. إذن وليه أبوه، هل يستطيع أن يتصرف أو يفهم شيء إلى أن يصل إلى عمر معين؟ لا. إذن هذا صاحبنا الولي يتصرف حسب إرادته، لكن فقط قلنا هذا مربوط بربط عام بقيد عام دائما معنا، هذا دائما لافتة هذه أمامنا، هي قضية ألا يضر بمصلحة هذا المولى عليه. ولذلك إذا كان عرفنا يقينا أن حتى الأب أساء التصرف في ولايته فعلى القاضي أن يمنعه من ذلك بكل الأمور الممكنة، ولو بأخذ الطفل منه. بالضبط، منه. إذن فيه إجبار هنا، إجبار من حيث أن لأن صاحبنا المقابل هو الطفل لا يتصرف. عندنا قضية السفيه أيضا، ولا تؤت السفهاء أموالك، نعم، في قضية المالية بالخصوص، وعندنا قضية أخرى عامة في النفس وفي المال، نعم، وهي قضية المجنون، نعم، هذا ماذا تفعل؟ هل بد من وجود وصي ولا ولي يعني؟ نعم، وإن لم يكن هناك ولي يكون هنا تامة تأخذ فاعل، إن لم يكن ولي ففي ماذا نفعل؟ سيجعل له القاضي وصيا، نعم،
وهذا سيتصرف بمحض إرادته، لكن قلنا بالقيد المذكور آنفا ألا يضر بمصلحة المولى عليه. إذن حتى المجنون هذا بيتصرف على صح. أرأيت هنا كيف الإجبار يخرج، يعني يظهر الإجبار، يعني هذا هو المقصود بالإجبار هنا، المقصود بالإجبار أو فائدة الإجبار هنا، لا 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 تنجيك الفائدة، لكن المقصود بالإجبار هو ألا تكون أو ألا يكون دخل لإرادة المولى تماما. أيوة، ولذلك لما واحد يكون مسؤول على أموال السفيه سيتصرف حتى يبيع لو يشري أحيانا واليتامى وما إلى ذلك. ولذلك ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله التجر في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. نعم، فحث يعني أولياء اليتامى، اليتامى مساكين لا يعني آباؤهم ميتون أو مفقودون أو غيره، وهم لا يستطيعون لأنه ما وصلوش ليه. نعم طيب حفظكم الله، هذا يعني هذا عن نوع الولاية بحد ذاته بمفهوم الولاية اصطلاحا. طيب موضوعنا هذا الأمر، يعني ولاية الأمر في الإسلام، هل هذا هي جبرية مثلا؟ هل عموم الأمة من يتامى مثلا فيجبرهم ولي الأمر على ما يفعل؟ يعني هذا السؤال نربط حفظكم الله. أنت ذكرتنا بقضية أن الأمة يتيمة، فهذه مسألة طويلة عريضة، لكن خلينا نتحدث عن قضية. إذن حتى تعريف الزرقاني، الشيخ الزرقا رحمة الله عليه، يعني فيما نقله عنه يبدو أنه تلميذة، لكن تعريفه أيضا ما يقاربه على الأقل موجود في كتابه المدخل، مدخل الفقهي. نعم نعم، فيعني حتى هو يرجع إلى قضية ما قاله الجرجاني. نعم، فمسألة الجبر فيها، لكن الشيخ الزرقا رحمه الله عرفه في المدخل بقضية الولاية هذه عبارة عن قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية. قال فهو ضرب من النيابة، غير النيابة. نعم نيابة، غير نيابة حتى نوعان، نيابة اختيارية، أنت لك أن تنوب أحدا ليشتري لك شيئا ما من السوق، هذه نيابة اختيارية. لكن الصغير هذا واليتيم قلنا عليه والمجنون وما إلى ذلك، هذا نيابته بالسيف عليه. نعم جبرية بالضبط، يضع القاضي وكذا، وهذا يتصرف له حتى يبيع له ويشتري له ويتصرف فلوسه يعني ويزكيها كذلك، لأن يعني الجمهور على أن الصبي لا تزكى أمواله، والمجنون كذلك، لأنه من باب خطاب الوضع مش من باب خطاب التكليف. باستثناء الأحناف عندهم لا تزكى أموال الله، أرى يسمعون أجماع اللي تحتهم أيتام ولا غيرهم ما يزكوش أموالهم. سبحان الله، هم على سبلة. نعم سبحان الله. فنعم في إذن اختيارية وإجبارية، هذه الولاية اللي حكينا عليها. نعم يعني مثل الوكالة، الموكل يختار الوكيل، يقدر يختار فلان ويقدر يختار فلان آخر، يعني نعم وكالة اختيارية، وأن إجبارية يفرضها الشارع لمصلحة القاصر. قلنا هذا زي ما ذكرنا الأمثلة الماضية، وبالتالي في نظري لا إشكال في تعريف الجرجاني ولا في تعريف الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله. ولاية، إذن هل نخلص من مفهومنا الذي نتحدث عنه اليوم، ولاية الأمر؟ ايضا الامر في الاصطلاح هنا قلنا شان من اشياء من او شان الامه، شان الامه. نعم، ولايه، ما المقصود بولايه الامر على هذا النمط يعني في الاسلام؟ لا يعني لا اعرف لم ارى تعريفا، يعني مع انه تحدثوا عنها كثيرا يعني حتى قديما، لكن مساله من عرفها كامله بهذه المكونات الثلاث. نعم حكيت، نعم حكيت الولايه وقضيه الامر وقضيه في الاسلام لم ارى ذلك، لكن احنا لما عرفنا ان الولايه ايش معناها، طبعا لا شك انهم يقصدون بها في هذا الشأن، يقصدون بها هي الإمامة. الإمامة، الإمامة العظمى إذا شئنا أن نقول. هذا المقصود بالولاية هنا في التعريف الآن اللي واخذ اللغط والذي هو عنوان الحلقة. يعني ولاية الأمر في الإسلام خلاصة الأمر هي الإمامة العظمى أو أحكام الإمامة العظمى. نعم، هذا عند الإطلاق، وإلا أنها إذا كان
يعني هكذا أدخلناها في أشياء تشتمل على كثير من الأشياء وتدخل فيها الإجبارية والاختيارية. لكن لما نسمع كلمة ولاية الأمر أي ولاية شأن الأمة في, 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 في الإسلام، من له حق التصرف في شؤون الأمة فحسب الشريعة الإسلامية تنطبق على الإمامة العظمى. ما المقصود بالإمامة العظمى؟ مقصود بها الحاكم العام للمسلمين، سلطان المسلمين، يعني هو الذي. أما قضية كيف يصل إلى هذه المرتبة هذه مسألة أخرى. طيب، الولاية العامة والولاية الخاصة حتى نقسم هذا الأمر، يعني على قد الولاية العامة أقوى، الولاية الخاصة أقوى من العامة على هذا الأمر، يعني ما المقصود بالولاية العامة والولاية الخاصة؟ المقصود بالولاية العامة هي سلطة تدبير المصالح العامة للأمة وتصريف شؤونها، هذه ولاية عامة واضحة. نعم، هذه قلنا الحاكم بالضبط. نعم، ويقوم بذلك الإمام كما هو تعبير سلفنا في كتبهم. ومن يكلفهم حتى في الأقاليم المختلفة، لأن الحاكم لا يستطيع أن يقوم بكل شيء وحده. نعم، ولذلك لابد له من من ولايات كما ذكرنا، وقد فصلها كثير من علمائنا في كتبهم وذكروا شروطها واختصاصاتها. وأذكرت لك في الماضي قضية الونشريسي، نعم، تؤلف كتابا في هذا الموضوع. عندهم ولاية المظالم، ولاية الحسبة، ولاية حتى الحج، يعني كانها إدارات شيخنا، كانها وزارات. نعم، وزارات حسنة. نعم، وعندهم حتى الوزارات حتى عنها هم وزارة التنفيذ ووزارة غيرها. عندهم الحج، وعندهم الحرب، ولاية الحرب، وعندهم ولاية الشرطة، ولاية القضاء، ولاية الزكاة، كل ذلك يعني تدخل تحت الولاية العامة التي هي تحت الحاكم بسرعة. والولاية الخاصة؟ الولاية الخاصة هي سلطة تمكن صاحبها من مباشرة العقود، نعم، وترتب آثارها، يعني الآثار بتاعها تترتب على هذا التصرف الخاص، ما هوش هذا شأن الأمة. نعم، ولذلك كما ذكرنا في الأمثلة السابقة قضية اليتامى وصغار السن وغيرها، لما يتصرف الولي هذا التصرف ترتب عليها آثار ولا ترتب؟ ترتب. إذن لما يبيع بعض الأشياء ليأخذ له أشياء أخرى، أو يشتري له أشياء ثم يبيعها بربح إن لم يكسد السوق مثلا، فهذه المسائل يعني الآثار بتاعها ما ينفعش بعد أن يصل هذا الطفل الصغير أو السفيه يبلغ. السفيه يعتدل وترجع لعقليته، لأن السفيه في عرف الفقهاء مش السفيه الذي يعرفه الناس في نعم إحنا عندنا السفيه الذي يسيء التصرف في المال. طيب، فهذا لما يرجع لعقليته العادية ويعرف يتصرف، ولما أمر الله سبحانه وتعالى أن تسلم إليه أمواله. نعم، أو الصبي يصل إلى حد البلوغ وحتى أيضا ترجع إليه أمواله، لا يستطيع أن يقول ما فعله ولي باطل. بالضبط، باطل. طيب، بعدها تصبح الدنيا فوضى. طيب، حفظكم الله، يعني دقائق هذه الحلقة انتهت. بالتأكيد في الحلقة القادمة إن قدر الله سبحانه وتعالى اللقاء سنكمل هذا الأمر، وهي سلسلة أتمنى نتشرف بحضورك معنا فيها. حفظكم الله تعالى الدكتور حمزة أبو فارس. السادة المشاهدون، بهذا قد تكاملت دقائق هذه الحلقة، على أمل اللقاء بحول الله في الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.